أوجد القيمة المطلقة سين عندما سين تساوي 5، سين تساوي ناقص 10، وسين تساوي ناقص 12. وبالتالي فالقيمة المطلقة هي ليست إلا المسافة التي تبتعد بها سين عن الصفر. ونلاحظ هنا بأننا سنأخذ القيم لسين ونضعها برمز القيمة المطلقة. إذن سنرسم خط الأعداد هنا ونضع الصفر، وعلينا أن نحسب المسافة ابتداء من الصفر. ولنفكر في القيمة المطلقة سين عندما تكون سين تساوي 5 فقط، سنضع 5 بدلا من سين. القيمة المطلقة لخمسة هي المسافة من صفر وصولا إلى 5. سنذهب 1 2 3 4 5، إذا هي 5 تحديدا، أي 5 إلى يمين الصفر. إذا القيمة المطلقة 5 هي فقط 5، وهذا مثال مباشر. لنحسب القيمة المطلقة لناقص 10 الآن، نضع ناقص 10 بدلا من سين داخل رمز القيمة المطلقة، وهي المسافة التي تفصل ناقص 10 عن الصفر. إذا لنذهب ناقص 1، ناقص 2، ناقص 3، ناقص 4، ناقص 5، ناقص 6، ناقص 7، ناقص 8، ناقص 9، ناقص 10. ربما يجب أن أمد الخط، هذا يعطينا هنا ناقص 10. كم تبعد عن الصفر؟ حسنا، تبعد 10 وحدات على يسار الصفر. إذا نضع 10 هنا. إذا عموما القيمة المطلقة تكون دائما عدد موجب. إذا فكرنا بالقيمة المطلقة لعدد ما، فستكون النسخة الموجبة من العدد نفسه. إذا القيمة المطلقة لناقص 10 يساوي 10. لنقم بمثال آخر، ما هي القيمة المطلقة لسين حيث سين تساوي ناقص 12؟ إذا لدينا القيمة المطلقة لناقص 12 تساوي، وليس علينا أن نستخدم خط الأعداد، هي ببساطة القيمة الموجبة للعدد نفسه فقط، سيساوي 12. إذا فقط نقول أن ناقص 12 هي عبارة عن 12 بعيدا عن الصفر، و هي ناقص 12 هنا تماما، إنها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعيدا عن الصفر.